والدليل لما تعاود تشوف مباراة انجلترا، شوف لما دخل جالاغر كم من كرة استرجع وكم من خطأ فوت تكنيك ولا فوت تكتيك ارتكبها فوق أرضية الميدان من أجل إيقاف لاعبي وسط المنتخب الإنجليزي. تفضل عمي. قلت لك أنه حتى تغييراته كان قادر يسحب ساكا ويقحم فالمر أكيد من أجل البحث عن الهدف الثاني. حتى تغييراته تؤكد أو طريقته مع تعامل أو طريقته في التعامل مع المباراة بعد تسجيل الهدف تؤكد أنه يبحث عن الحفاظ على النتيجة لا أكثر ولا أقل، ولا يبحث عن الهدف إذا فشل أمين. لحسن حظه حتى الهدف الوحيد الذي سجله بيلينغهام لم يكن يعني من بناء لاعب واضح أو مفتوح، كان من توزيع اصطدمت ب ساوثجيت إذا فشل سيرحل أمين. هو قالها بنفسه محمد، قال لك قبل بداية الدورة. هذا يعني الفشل، الفشل يعني رحيلنا. لا محمد. لا الفشل يعني عدم الفوز بالكأس، يعني الوصول إلى النهائي تعتبره فشل؟ أنا بالنسبة إلي حتى لو وصل المباراة النهائية محمد سيعتبر فشل بهذه التشكيلة، لأنه إن لم يأخذ كأس أمم أوروبا بهذه التشكيلة وبهذا الزخم الكبير من النجوم في المنتخب الإنجليزي الحالي، فمتى سيتوج المنتخب الإنجليزي بهذه قسي سعيد، رغم وجود نجوم كثر في المنتخب الإنجليزي هل تعتقد بأن بيلينغهام يبقى النجم الأول في المنتخب الإنجليزي؟ بالطبع بيلينغهام هو النجم الأول، هو القائد الفني، هو كل شيء. محمد يتقدم على هاري كين؟ يتقدم على هاري كين. لماذا؟ لماذا؟ لأن شوف هذا اللعب هذا يا راهو، أنا أعتبر هاري كين هو النجم الأول وهو القائد الفعلي للمنتخب. لا هو هاري كين قائد المجموعة أوكي، ولكن القائد الفني نظن باللي بيلينغهام. بيلينغهام اليوم اللي خدات ثقة كبيرة بعد ما مشى للريال مدريد. هاري كين لم يكشر عن أنيابه بعد. كيفاش لم يتخشل عن نيابه؟ مازال ما دخلش مليح في المنافسه، مازال ما سجلش. تدخل يدخل في المباريات الصعبه، في المباريات القويه. المباراه مع صربيا ما هي صعبه، المباراه المفتاحيه الاولى. لا ما ينتظر انجلترا اصعب، اصعب من صربيا وسلوفينيا والدنمارك، هذا مجرد دور اول. شوف المقابله الاولى صعبه محمد مع صربيا، ما نتكلم على صربيا منتخب قوي محمد، ماهوش منتخب. بالمناسبه الاتحاد الاوروبي غرم المنتخب الصربي بسبب بعض حتى المنتخب الالباني ايضا تم تغريمه، كانت هناك تجاوزات كثيرة في هذا اليورو من طرف الجماهير. المنتخب الإنجليزي كان عنده صدام مع المنتخب، مع جماهير المنتخب الصربي. من هو القائد في إنجلترا أمين؟ بيلينغهام أم هاري كين؟ بيلينغهام. بيلينغهام حتى في صراع النجومية داخل المنتخب بيلينغهام تفوق في آخر فترة. بيلينغهام محمد خارج من موسم خرافي، توج بلقب دوري أفضل أوروبا، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لم يقدم مباراة جيدة محمد، كان من أسوأ اللاعبين في المباراة من جانب المنتخب الإنجليزي. فودن السيتي وفودن إنجلترا ضدان لا يشتبهان تماما. الآن هل سوء التوظيف وهل المنظومة التي يعتمد عليها ساوثجيت تؤثر على فودن؟ أكيد تؤثر على فودن، كما تؤثر على هاري كين أيضا، وتؤثر على ساكا، وتؤثر على الجميع. جوردن بيكفورد، هل تملك إنجلترا حارس عالمي؟ حارس جيد ليس عالم، ممتاز. يبقى حارس إيفرتون اللي يبقى ربما لم ينل الإشادة اللازمة بسبب أنه يلعب في نادي إيفرتون اللي صارع تقريبا في المواسم الأخيرة في كل موسم يصارع على البقاء. لكن حبيت نضيف شيء فقط خصوص منتخب بسرعة فقط. لما تشاهد لاعبين احتياطيين بالإضافة إلى كول بالمر اللي ما دخلش، لما تشوف إيزي بيريتشي لاعب نادي كريستال بالاس موسم خرافي، إيفان طوني العائد من العقوبة أنه الموسم بقوة مع برنتفورد ما دخلش، أولي واتكينز موسم رائع جدا مع أستون فيلا ولا دقيقة، جوردون رائع مع نيوكاسل ولا دقيقة، بالإضافة إلى بالمر عندهم تقريبا كرسي احتياط لو هاد اللاعبين ديرهم في منتخب آخر يلعبوا كلهم كأساسيين. شوف راشفورد لم يجد له مكانا ضمن هذا المنتخب، كان موسمه سيء، ولكن يبقى راشفورد واحد من أحسن المهاجمين في العالم، لم يجد مكانا في هذه التشكيلة لأنه هناك زخم غير طبيعي في تشكيلة المنتخب الإنجليزي. لذلك إذا لم يتوج بالدورة، لم يتوج بكأس أمم أوروبا هذه المرة، فمتى سيتوج المنتخب الإنجليزي؟ لما يرحل ساوثجيت يرحل، لكن الخاسر هنا شكون؟ خاسر منتخب إنجلترا، عنده جيل ذهبي آخر ولا ينال به، لأنه مرت عليه أجيال ذهبية من قبل ولم تنل. منذ جيل سنة 96 لما كان ساوثجيت لاعب في منتخب إنجلترا رفقة بول غاسكون، رفقة آلان شيرر، رفقة غاري نيفيل، دافيد بيكام، بعد الجيل ذهبي بقيادة بيكام وجيرارد ولومبارد، جيل 2002
بوجود روني، بوجود أوان. روني بوجود أوان، بوجود فرديناند كامبل. عدم استدعاء جاك جريليش، عدم استدعاء جاك جريليش، هل هي فلسفة زائدة من المدرب؟ ليس فلسفة زائدة، قرار صائب جدا جدا في ظل في قلنا في ظل الزخم الهجومي الكبير الذي يملكه والخيارات الكثيرة التي طرحت على طاولة ساوثغيت، نظرا للموسم الرائع الذي قدمه الكثير من اللاعبين واستعرضهم ميدو على مستوى خط الهجوم. لذلك جريليش راح ضحية تراجع مستوى. نزيد لك أيضا معلومة محمد، حتى في السيتي يريدون التخلص من هذا اللاعب لأنه لديه راتب كبير ومستواه تراجع هذا 110 مليون يورو بالموسم الماضي الذي كان أحسن موسم في تاريخ جاك جريليش. أكبر المفاجآت هي غياب جاك جريليش وهاري ماغواير عن حتى أيضا ماديسون أصيب الله أعلم. ماديسون لاعب توتنهام، نعم ماديسون أيضا لاعب توتنهام عنده مشاكل مع وكأنه يملك مشكل ساوثغيت، يملك مشكل شخصي مع ماديسون. ما استدعاهش الأورو 2021 لما كان في ماستر سيتي، ما استدعاه الكأس العالم 2022 ولم يعتمد عليه بتاتا، وهذا الموسم في أورو 2024 عاود مرة أخرى أبعده من القائمة رغم أنه قاسي سعيد لديه ما يقوله. لا شوف محمد، أنا أقول باللي باللغة الفرنسية يقول لك يا با دو موفي سولدا يا دو موفي شيف. إذا المنتخب الانجليزي عنده لاعبين بالمستوى العادي، ولكن اذا ما المدرب هذا، وهذا المدرب يعني ما جاء منقذ واحد الوقت ماشي هو كان المدرب الاول وما خلوه يكمل، اذا ما جابش هذا الموسم يعني ما فاش هذا هو الهدف بكاس اوروبا راح يكون فشل كبير للمنتخب الانجليزي. رغم انه شوف مسيرته لم تكن سيئه، مسيرته كانت رائعه، لم يتوج بالالقاب ولكن كان دائما يشتم رائحه الالقاب ثم لا يتوج بها. مونديال 2018 لعب نصف نهائي، نصف نهائي بعدها اليورو لعب النهائي خسر امام ايطاليا، بعدها لعب نصف نهائي المونديال في قطر 2022 امام منتخب فرنسا. هذا الرجل بعدها جاريث ساوثغيت، هذا الرجل يا امين لعبت 95 مباراه مع المنتخب الإنجليزي، فاز في 60 لقاء، تعادل في 18 وخسر 17 مواجهة فقط. وماذا تعني هذه الإحصائيات في المنتخب الإنجليزي لم ينال أي لقب؟ لا والله كان قريب جدا ميدو. ميدو التاريخ يحتفظ بالأبطال. نعم كانت ركلات ترجيح في اليورو الماضي كان المنتخب الإنجليزي. ركلات ترجيح، هل وجدت يوما مدرب يقحم لاعبين من أجل تسديد في دقيقة 121 لم يلمسوا ولا كرة؟ وكان سجلوا سانشو وراشفورد. ومن قال لك أنت بأن اللاعب الذي يسدد ركلة الجزاء يجب أن يقوم بعملية إحماء أو يجب أن يدخل في كل داخل اللقاء؟ محمد لسنا نحن من يعطي هذه المعلومة للمدرب، إذا كان مدرب منتخب إنجلترا وما يعرفش بأنه هذه المعلومة لازم بشر من دوخ. لما تطع كرة تسدد ركلة الجزاء لو يجي يلمسها لك الحارس لازم تعاود توشيها، ربما قام اللاعبان بعملية إحماء ولمس الكرة في خط التماس. نريد أن نتحدث عن المنتخب الدنماركي الذي يمتلك بعض الأسلحة القديمة مثل الحارس شمايكل، ويمتلك أيضا أسلحة حديثة مثل مهاجم مانشستر يونايتد هويلاند ميدو. نتحدث عن إريكسن الذي أصيب بنوبة قلبية وأزمة قلبية في اليورو الماضي ثم عاد بعد 1100 يوم ليسجل في المباراة الماضية. لديهم أيضا كريستنسن، يعني فودون فيسترغارد لاعب في بعض الأسماء في هويبرغ. نعم هويبرغ متوسط ميدان لاعب نادي توتنهام. عندهم أسماء منتخب الدنماركي على مر تاريخه في اليورو في المنافسات الكبرى دائما الدنمارك ما كانت حصان أسود في غالبية المنافسات، والدليل أنه في اليورو الماضي تقريبا بنفس الأسماء لحقوا الدور نصف النهائي في وقت أنهم كانوا موتى، والجميع يتذكر بأنهم عادوا من تحت الرماد، كانوا داروا مشوار قريب شوية مشوار منتخب كوت ديفوار مثلا في الكان الأخير، لأنه كانوا مقصان كانوا مقصيين تقريبا من المقصيين تقريبا من المنافسة، عادوا من تحت الرماد ووصلوا إلى غير دور نصف النهائي. ولو أنه الأورو الماضي كانت فيه غرابة أنه منتخب الدنمارك مثلا استفاد من لعب 4 مباريات في الدنمارك لأنه كان موزع على 11 بلد. منتخب الدنماركي عنده ما يقوله، صحيح تعثر في المباراة الأولى أمام منتخب سلوفينيا لكن ما زال حي وما زال قادر على المنافسة. من ترشح للفوز قاسي سعيد، وهل بإمكان الدنمارك أن تتجاوز إنجلترا وتثأر من هزيمة نصف نهائي يورو 2021؟ هذه المقابلة
المنتخب الدنماركي قادر محمد يعني يفعل أشياء كبيرة، وفي بعض الأحيان تقول ما هوش منتخب. كما يقدر يربح المنتخب الإنجليزي يقدر يخسر معه. أنا بصراحة نرشح المنتخب الدنماركي على المنتخب الإنجليزي. ترشح الدنمارك للفوز على إنجلترا؟ أمين. إنجلترا إنجلترا ميدو إنجلترا إنجلترا في